اهلا بيكم، انا عمرو سعيد مدير مبيعات شركه كيماويات البناء الحديث. وفقا لسلسله الفيديوهات اللي احنا بدانا فيها اللي هي التعريفيه لبعض المنتجات، احنا النهارده هنتكلم على دهانات الاخشاب. سلسله دهانات الاخشاب دي سلسله كبيره فيها كل المنتجات اللي موجوده عندنا في شركه سي ام بي. مبدئيا قبل ما نتكلم على دهانات الاخشاب، احنا ليه بندهن الخشب؟ احنا بندهن الخشب على اساس حاجتين مهمين، او بسبب حاجتين مهمين. الحاجه الاولانيه هي الحمايه، الحاجه الثانيه اللي هي المظهر الجمالي. احنا في شركه سي ام بي عندنا دهانات الاخشاب زي ما انتم شايفين كده، عيله كبيره كلها بستايل واحد اسمها فيرونا. فيرونا دي عيله دهانات الاخشاب بتبدا من اول دهانات التاسيس وحتى الفينش. احنا النهارده هنتكلم على دهانات الحمايه اللي هي دهانات التأسيس. بالنسبة لدهانات التأسيس، احنا عندنا ثلاث انواع اللي هي متعلقة بدهانات التأسيس. اول حاجة او اول نوع اللي هو السيلر النيترو سيلولوز. السيلر النيترو سيلولوز زي ما انتم شايفين كده، احنا عندنا منه نوعين، عندنا سيلر نيترو سيلولوز اتش في، وعندنا نوع تاني اسمه سيلر نيترو سيلولوز اسمه سيلر لوكس. طبعا السيلر لوكس ده البراند الشعبي اللي موجود، اللي كل الناس بتستخدمه. اما الناس اللي بتتطلب جوده عاليه فبتبدا تاخد السيلر الاتش بي. طبعا الحاجه الاساسيه في السيلر الاتش بي ده ان نسبه السولد بتاعته بتعدي 60%. يعني ايه نسبه السولد بتعدي 60%؟ يعني الطبقه اللي بتبقى على الخشب بعد الدهان، طبقه الحمايه، بتبقى رقم عالي او بنسبه 60%، اعلى طبعا من السيلر اللوكس. في ناس بتشتغل بده وفي ناس بتشتغل بده. السيلر اللوكس فيه كل الاحجام، بدايه من الكيلو والجالون والباستيلا حتى البراميل. احنا عندنا منه احجام براميل بتوصل ل 42 كيلو، واحجام براميل بتوصل ل 100 كيلو. السيلر الاتش بي عندنا الكيلو، وعندنا الجالون، وعندنا الباستيلا. ده اول نوع من السيلر اللي هو السيلر النيترو. النوع الثاني السيلر البوليورسان. السيلر البوليورسان ده زي ما حضراتكم شايفين ده مركبين 2K 2 كومبوننت، سيلر والمصلب بتاعه. ده 2:1، يعني 2:1 برضه عشان الناس اللي بتشوفنا تبقى فاهمه. يعني لو عندنا كيلو سيلر يبقى معاه نص كيلو مصلب. ده في منه كل الاحجام برضه، عندنا حجم الكيلو، عندنا حجم الجالون، عندنا حجم الباستيلا. النوع الثالث في دهانات التاسيس اللي هو السيلر البولي استر. السيلر البولي استر ده ثلاث مركبات، السيلر والمعجل بتاعه والبروكسايد او المصلب بتاعه. ده ثلاث مركبات، 3 كومبوننت. طبعا يا جماعه السيلر بوليستر ده في منه نوعين، في السيلر بوليستر الشفاف وده البراند الاساسي اللي هو شغال في السوق. وطبعا عندنا الحاجه الجديده اللي احنا عملناها اللي بدات تنتشر في السوق بالنسبه للناس اللي بتبتدي تندوجه، السيلر بوليستر الابيض زي البوليستر الشفاف بس ده لونه ابيض برضو بنفس الكيفيه. طبعا السيلر بوليستر احنا عندنا منه حجم الكيلو، حجم الجالون، حجم الباستيلا بانواعها التسعه وال 14 وال 23، عندنا منه حجم البراميل برضو بالنسبه للناس اللي بتاخد كميات كبيره. طبعا الثلاث انواع دولت من السيلر اللي احنا قلنا عليهم، الثلاث انواع دولت بيأدوا وظيفه واحده اللي هي وظيفه الغلق التام لمسام الاخشاب. طبعا عشان اتكلم احنا طبعا عشان اقدر اكلمك على كل منتج من دولت واقول لك ايه الفرق بينه وبين الاخر، لان الثلاثه بيأدوا نفس الوظيفه، هيبقى له وقت كتير. احنا هنا في سي ام بي عاملين حاجه اسمها اكاديميه، اسمها اكاديميه سي ام بي. انا بنفسي عامل كورسات، في الكورسات دي بنقدر نتكلم على كل نوع من المنتج ده وبنبدا نشرحه بالتفصيل وبنبدا نوضح للناس الفرق بين كل نوع واخر، امتى يستخدم السيلر بوليستر وامتى يستخدم السيلر بوليستر. طبعا احنا الاكاديميه التسجيل مجانا، هتلاقي رابط تحت في الفيديو من تحت، ممكن حضرتك تخش تسجل اسمك فيه بحيث ان انت تبدا تخش، يتحدد لك ميعاد لاول دوره تبدا تخش معانا في الاكاديميه. بالنسبه بقى للاخوه الصناعيه نتكلم معاها شويه. انا هديك الكلام ده للاخوه الصناعيه اللي لسه لحد دلوقتي ما اشتغلوش بمنتجات الاخشاب بتاعت سي ام بي. انا هديك اربع مميزات في منتجات التاسيس، الاربع مميزات دولت يخلوك تقدر تشتغل على طول بالمنتج ده. اول ميزه الشفافيه العاليه. يعني ايه الشفافيه العاليه؟ يعني المنتجات دي كلها
السيلر، سواء السيلر النيترو او السيلر البوليورسين او السيلر البوليستر، شفاف، يعني لما بيستخدم على اي نوع من الخشب او اي نوع من القشره ما بيأثرش على لون القشره، سواء القشره دي قشره بالسندر او قشره اورو او اي نوع تاني من القشره تستخدمه، ما بتلاقيش اي تغيير في لون القشره. لو احنا خدنا مثلا ادي كده مثلا ده سيلر بوليورسين، لو احنا بصينا عليه هنشوف هتلاقيه منتج شفاف. لا معرفش كده حضرتك شايفين باين كده، فواضح قوي ان المنتج شفاف، لا لما بيتدهن ما بيأثرش على لون القشره. دي اول ميزه. الميزه الثانيه سهوله الصنفره، المنتجات دي الصنفره بتاعتها سهله جدا، ما بتتعبش اي حد وهو بيصنفرها، الصناعيه لما بتبدا تشتغل بيها بتلاقي الصنفره حلوه وسهله معاها، الجفاف الكلي بتاع المنتج كويس، فبالتالي ما بيبقاش فيه اي نوع من انواع التلبيد على الصنفره. الميزه الثالثه اللي انا هتكلم معاكم فيها اللي هي الملو العالي، يعني المنتجات دي لما بتدهن على الخشب بتملى المسام بتاعت الخشب، فملوها عالي فبتقفل على طول مسام الخشب. الميزه الرابعه والاخيره السعر المنافس. المنتجات دي لما حضرتك بتيجي تشتغل بيها لما بتبدا تقارنها بالاسعار المنافسه ليها من شركات اخرى، حضرتك هتلاقي سعرها مناسب وسعرها منافس، لان احنا عاملين عروض كويسه في الاسعار، فانت هتلاقي السعر المناسب ليك مقارنه باي منتج اخر. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت، واي سؤال او اي استفسار احنا موجودين مع حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.